السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، كلشي مزيان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نشارك معكم الفيديو بالصوت ديالي هكا، واسمحوا لي، والله اسمحوا لي. راكم كتشوفوني كيفاش كنتعامل مع الحيوانات، لا المشيشات ولا الكليبات. الحمد لله كنتعامل معهم بقلب طيب، الحمد لله، ونحنوا عليهم ونعطيهم ياكلوا كل شيء. نتمنى من الله يكون العمل صالح خالص لله سبحانه وتعالى. ولكن كاين شويه، حيت انا ديما كنبارطاج معكم الاغلبيه داك الشيء الزوين، ما كنبغيش بارطاج معكم شي حاجه اللي هي خايبه. المحتوى شويه صعيب، وصعيب صعيب صعيب بزاف، خصوصا الا ما كانش عندك الامكانيات وما عندكش الوقت. هذو جوج حوايج، الا ما عندكش هاد الامكانيات والوقت في هذا المحتوى، يعني صعيب باش تستمر فيه. وسولوا الناس اللي دايرين المحتوى، ولا نتوما راكم عارفين كاين اللي عندهم مش واحد ولا جوج، ورا كيقول لي راه شي يبني، لا من ناحيه ديال الاكل وربما حوايج اخرين. وحنا الاكل والله ما عندنا مشكل في الاكل، الحمد لله، باش كان غادي نديبانيو. ولكن كاين حوايج بزاف اللي من غير الاكل، يعني وهو السكن، خصو ملجأ. حيوان كيبقى حيوان، يعني ما عندوش العقل، ما يوصلك لك الضربية وغيهرس لك المواعن وغيدير لك شحال من حاجة. يعني ماشي كان باغي يلعب ولا باغي، هذيك هو عقله، يعني ما عندوش العقل. بحالنا حنايا اللي كنعرفو شي حاجة خايبة ما نديروهاش، هما كيعرفوش داكشي. البارح بالليل ناعسين، حتى كنسمعو بالليل اللي فات، حتى كنسمعو براق راق راق، كنفيق كما كمخلوع. كنقص هذيك المشط اللي والده اللي عندها وليدات اللي كنت جات من الشارع، ماش كتكدر مع سيليا ولا كيلعب ولا ما عرفت. طيحت هاد المرايه اللي هرساتها نتوما كما كتشوفوا، وطيحت واحد القرعه ديال العسل. لحسن الحظ ديك القرعه ديال العسل راه ديال البلاستيك، ما تهرستش، جرست المرايه. وبالنهار يعني البارح بالنهار مع ديك الجوج كنا كنتغداو، والسيليا حدانا كتلاق، حتى كنشوفها عاوتاني التلفازه طاحت طراق، كروكيت هاو عاوتاني لحسن الحظ هي طاحت على الحيط. ما دابا التلفازه حطها على الطابله، انا ما دايرلهاش سيب ولا معلقه، كليتي حطها على الطابله باش باغا تخرج تهز، طيح اللوجه على الحيط. كون طاحت لقدام كانت غتمشي ليا عاوتاني التلفازه، طيحتي القرعه ديال العسل. والمهم وسيليا راه هذيك ماشي مشكل، يعني شي حوايج اللي هما ببساطة ما عنديش مشكل فيهم. تا هاد المرايه ما عنديش مشكل فيها، باش باغي تخرج واش هرستي المرايه؟ هرست القصعة حتى هي ماشي مشكل، الكاس تهرس ماشي مشكل، ولكن كاين مشكل حوايج اخرين، منهم يعني ميمكن لكش انت عندك دار صغيرة، بيت وصالة، بيت النعاس وصالة كنعس فيها الوالدة، وكوزينة راكم عارفينها. الا بغيت نصور لكم الدار نصور لكم كما كتشوفوا قدامكم على هاد الصورة هادي. الريحة في الدار كتفيق، كتشم الريحة وكيزدلعو الرملة في الدار بحال هكايا. كنلقاهم ناعسين فوق الطابلة ديال الماكلة، قسما بالله سيليا الصباح لقيتني عصا فوق الماكلة ديال الطابلة، مجبدة فوق الماكلة ديال الطابلة، فوق الطابلة ديال الماكلة عفوا. يعني هما نقيين وزوينين ما فيهمش أذى، ولكن ضروري غيكونوا فيهم جراثيم والوسخ إلا ما كانوش يعني فاكسيين وعندهم الدواء وداكشي. يعني هما الحيوانات كيبغيو تكون عندهم شي ملجأ ولا شي حاجة ديالهم خاصة بيهم، يكونوا بعاد على البشر شوية، ولا تكون دار كبيرة وعندهم شي بويات خاص ديالهم، يعني داير ليهم داكشي تما فين يلعبوا فين ينعسوا فين يديروا كلشي، ولا لي تيارو داكشي. ولكن باش ديروا حدا الكوزينة ولا لا، دابا داكشي دايروا لاصق للكوزينة. يعني كنلقى بعض المرات سيلي ناعسة فوق الطيسان ديال العطرية وداكشي. المهم هادشي لا حول ولا قوة إلا بالله، وصافي والله كنبغي نسمح فيهم وما كنقدرش. دابا هادو ما مساكن هما تينعسو برا، داير ليهم براكه بعيده شويه عندي تاعنا قريبه، ودير ليهم قدام الدار ليا واحد الكاج كينعسو فيه النيت، وكيسمحو فيهم كيطلعو للسرج ديال واحد الدار حدايا ديال واحد الاستاذه تقنطه اللي كاريها انا، كيطلعو ليها كينعسو تما وكيوسخو داك الحيط وداك الشرجم كيوسخوه. مسكين داك الاستاذ مابقاش كيحل كاع داك الباب، والله داك الشرجم ولا مابقا كيحلو بالله العظيم. يعني بسبب هاد المشيشات هادو ما كيقدرش نقول لهم فين كيحسن. ولكن عاوتاني باش انت دير خير وتأذي الناس، اني فري راه ما مزيناش ابار لو تخليك وشو في الارض، راه كنجي وكنشطب ونسيق داكشي عادي جدا. ولكن كما قلت لكم الحيوانات كيبغيو ملجأ،
كاين جمعيات ولا شي حاجه كتكون عندها ملجأ كبير بحال الكبويتات ولا شي حاجه، اما باش انت ما عندكش الامكانيات وتربي المشاش 10 ولا 20 ولا ما يمكنش. فلهذا اخوتي سمحوا لي ما نقدرش نستمر في هذا المحتوى هذا، سمحوا لي بزاف والله العظيم. انا اقسم بالله تبقي في الحال الا سمعت في المشات اني غادي نفوت واحد الازمه، والله الا غندوز واحد الازمه نفسيه، ولكن داكشي مزز عليا ما نقدرش لا ماديا ولا يعني معنوي بالنسبه لفين ينعسوا وفين ياكلوا من داكشي. يعني ضروري خصك شي دار كبيره ولا ملجأ يكون خاص بهم. ودابا غد تسمحوا لي غادي نوقف التصوير واحد 4 ايام ولا 5 ايام حتى السيمانه، تنرتب الاوراق ديالي ونشوف كيفاش ندير، وعن نقدر نرجع نقدر ما نرجعش. وسمحوا لي بزاف، هاد الشيء راه كيبغي امكانيات وانا الامكانيات ما عنديش بتاتا، والله ما عندي. وشكرا وسمحوا لي بزاف، الله يرحم لكم والدين الى برزتكم ودخلتكم معايا في شي مشاكل اللي ما خصكمش تدخلوا فيها. واستسمح مره اخرى ومع السلامه ان شاء الله. شكرا لكم بزاف من القلب. شكرا.